أو حبينا ناخذ أمس كنا أخذنا هذا الموضوع، واليوم حبينا أيضا ناخذ هذا الموضوع، لأني أنا أعتقد ونعتقد كلنا في إعداد هذا البرنامج، بل نجزم أن هذا المشروع يعني الضخم بالميزانية الضخمة من القيادة العليا يعني سوف يكون نقلة نوعية كبيرة وقفزة مأمولة يعني يتمناها ويترجاها كل الشباب السعوديين، في نقلة ممكن نوعية كاملة في الترفيه للعوائل السعودية، وكذلك الترفيه للشعب السعودي، وكذلك تطوير في مجالات مهمة مثل الرياضة وكذلك الثقافة والترفيه من خلال مشروع الجدية الكبير، واللي راح يكون هو الأول من نوعه في مستوى الشرق الأوسط وكذلك الخليج، واللي أعلن عنه أمس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. هيثم، بواد الرؤية يعني تتحقق في مشروع ضخم كبير، شفنا الآن بدينا الآن من تحول إلى رؤية مكتوبة إلى واقع على في أول الميدان. لبنات. صحيح، شكرا لحكومتنا الرشيدة على إنشاء مثل هذه المشاريع اللي بكل أمانة يحتاجها شباب وشباب البلد وشابات البلد. بكل أمانة نحتاج مثل هذه المشاريع، مشاريع الترفيه، مشاريع الرياضة، مشاريع ثقافية، نحتاج مثل هذه المشاريع اللي تكون رافد اقتصادي قوي للبلد خلال الفترة القادمة. أيضا مثل هذه المشاريع تدعم رؤية 2030، أيضا مثل هذه المشاريع بكل أمانة إحنا نفتقدها في يعني هذه المرحلة. يعني وسائل الترفيه عندنا بشكل يعني قليل خلال هذه المرحلة، لا نتمنى إنه إحنا نكون يعني واجهة سياحية لكثير من الزوار، أيضا واجهة يعني سياحية لكثير من شباب هذا البلد، بدل ما مثلا الشباب يطلعوا للخارج يبحثوا عن سياحة في الخارج، لا هنا تكون مثل هذه المشاريع موجودة. أيضا مثل هذه المشاريع توفر وظائف للباحثين للعاطلين عن العمل. مثل هذه المشاريع بكل أمانة إحنا يعني نتمنى إنه يكون في أكثر من مشروع خلال الفترة القادمة. طيب يعني ممكن هذا أبو أحمد، ممكن هذا المشروع أنا كنت أقوله أمس لضيفين وأنا يعني أكرر اليوم، إن هذا المشروع ممكن يفتح لنا آفاق كثيرة في التحول من العالم. يعني زي ما قريت الآن إن راح يكون فيها حتى رياضات كثيرة، راح يكون في أنشطة صحيح. كبيرة، راح يكون في تحول من العالم الهدف إنه الواقع إلى العالم صحيح. الافتراضي. أيضا الهدف أنه تكون مدينة الرياض من يعني أجمل 100 مدينة في العالم، تكون مقصد سياحي لكثير من الزوار في الخارج. إحنا نتمنى بكل أمانة أنه هذه المشاريع تطبق في أسرع وقت، وأيضا العديد من المشاريع اللي يعني في انتظارها اللي تلائم تكون ملائمة مع رؤية 2030. فكل الشكر لحكومتنا الرشيدة، كل الشكر للأمير محمد بن سلمان على وقوفه وإشرافه المباشر على مثل هذه المشاريع. طيب أبو أحمد، يعني ممكن حتى هذا المشروع يكون فيه أنا قلنا مجال خاص لاكتشاف مواهب سعودية جديدة في مجالات متعددة، لأنه اللي صحيح. حتى اللي قريناه يعني أنا قاعد أذكر أكثر الاستثمارات اللي موجودة فيه اللي ذكرت، واللي حتى الحديث كان فيه من هيئة أو صندوق الاستثمارات العامة، كان فيه الحديث عن أنه راح يكون فيه يعني بيان لاحق أو راح يكون فيه توضيح أكثر تفاصيل لمشروع. أعطونا رؤوس أقلام جميلة، يعني أعطتنا بوادر صح. مبشرة، حتى ثقافة السيارات عندنا أو رياضة السيارات قالوا راح تتطور كثير وراح يكون فيها جل الاهتمام. أيضا راح يكون في هذا المشروع يعني نقدر نقول خلينا نكون واقعين، الرياض بالذات يعني كانت تعاني من مجالات الترفيه كثيرا، راح تكون الرياض بدل ما تكون الرياض هي يعني راح بدل ما تكون المدن المملكة الثانية هي مجال متنفس، راح تكون الرياض هي مركز زوار في القاهرة. صحيح، وراح تصبح من المدن العالمية في مجال السياحة، وهذا اللي احنا ان شاء الله نطمح له خلال الفترة القادمة. مشروع كبير جدا، يعني مشروع راح يكون يضم المجال الرياضي، المجال الثقافي، مجالات متعددة مثل هذه المشاريع هي تنتج لنا شباب سعودي يملك خبرة كبيرة، أيضا يعني يخرج لنا مواهب. إحنا نشوف إحنا كثير من مثلا الشباب السعوديين اللي هو رياضة السيارات، ما عندنا هنا مثلا صح حلبات سيارات، ما يشتكون. عندنا مثلا إيه صحيح طاقة، في الشباب عندهم طاقة فيحتاجوا إلى مكان
مثل هذه الأماكن الترفيهية اللي يخرجوا فيها طاقتهم بشكل كبير. حتى اختيار المساحة الكبيرة هذه، وحتى المكان الآن القدية اللي هي جنوب غرب المملكة اللي فيها كثافة سكانية كثيرة في هذه المنطقة، حتى يعني الجمع، أعجبني كثير الجمع بين الرقي والثقافة والفكر والترفيه في هذا المشروع، راح يكون يعني نقلة نوعية كثيرة للشباب. صحيح، مشروع ضخم جدا، ومشروع راح نشوف إحنا فوائده حتى اقتصاديا على البلد خلال السنوات القادمة بإذن الله تعالى، إنه راح يكون يعني أحد المشاريع يعني اللي راح تطبق على أرض الواقع خلال السنوات القادمة، اللي بكل أمانة إحنا في حاجة مثل هذه المشاريع اللي تكون رافد واقتصاد